انت بتقول ايه يابا؟ ده انا اتبعها بايديا دول. انا مش عاوز اقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي انت بتهبله ده. اركز شويه يا ابني. اركز ازاي يا معلم وانا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا وبعد اللف اللي لفيته ده اكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. انا اخد بعض الوقت واروح اجيبها من شعرها واعلم على وش اللي خلفوها تلات وحي. تقول تقري وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل ايه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، والا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطه. فهمت؟ اديني اهدى يا حاج، اديني اهدى لما اشوف اخرتها ايه. قول لي يا حاج، قول لي اعمل ايه وخلصني. حاضر، هقول لك لاجل ما نخلص خالص.